بكما أريد أن أبدأ معك أولا صالح، بما أننا نتحدث عن المفقودين الذين ما زال البحث جاري عنهم بعد مجزرة المواصي بالأمس. هناك أيضا مربعات سكنية كاملة قام الاحتلال بتفجيرها في رفح. نعم خالد، وإذ ما بدأنا فقط في هذا البلاغ العسكري الذي صدر عن كتائب عز الدين القسام قبل قليل، الذي يتحدث أيضا عن التطورات الميدانية في رفح، الكتائب قالت أن عناصرها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة تسللت خفية في من خلال إحدى شاحنات المساعدات في منطقة المشروع في مدينة رفح، وهذه القوة كانت متوجهة ودخلت أحد المنازل واشتبكت مع وأن عناصرها اشتبكوا مع هذه القوة الإسرائيلية من مسافة صفر كما جاء في البلاغ بالأسلحة وبالقذائف المضادة بالأفراد. وقالت الكتائب أنها أوقعت القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. هذا البلاغ صدر قبل دقيقتين تقريبا، صادر عن كتائب عز الدين القسام. غير معروف تفاصيل إضافية، عادة عندما تدخل هذه القوات بهذا الشكل هي تنوي لربما القيام بعملية خاصة، وبالتالي قد يكون هناك أيضا تفاصيل أخرى إضافية فيما يتعلق باكتشاف هذه القوة الإسرائيلية. قوة متسللة في العادة هم يكونوا من المستعربين، يعني من القوات الخاصة الإسرائيلية الذين يدخلون بهيئة أو على هيئة فلسطينيين. عندما تقول شاحنة مساعدات، هذا يذكرنا بما حدث في مخيم النصيرات، وكانوا يبحثون في المرة السابقة عن أسرى ومحتجزين. هل هناك أي معلومات تشير إلى ربما أنها كانت محاولة للبحث عن أسرى أو محتجزين؟ يعني هو مصطلح مستعرب، هو أنه يعني يتنكر بزي كأنه عربي أو فلسطيني. قد هوية هؤلاء القوة الخاصة تكون غير معلومة إلا عند اكتشافها أو وقوعها في الأسر أو يكون من بينهم قتلى أو يكون عناصر المقاومة استطاعوا الحصول على وثائق تثبت هوية هؤلاء كقلائد أو ما شابه. مستعرب هي أن يكونوا قد تنكروا بأنهم عرب ودخلوا من خلال هذه الشاحنة. لا يعرف تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع، إن كانوا بالفعل فعلوا ذلك أو أنها كانوا جنود إسرائيليين داخل هذه الشاحنة بزيهم الرسمي زي الجيش. السائق ربما كان يرتدي، يعني تفاصيل هذا الموضوع غير واضح لفصائل المقاومة وتحديدا لكتاب القسام إذا ما أفصحت عن معلومات جديدة بهذا الخصوص. لكن اكتشافها بحد ذاته أي أن هذه المنطقة مراقبة من عناصر المقاومة، تحدث عن مدينة منذ أشهر وهي تجتاحها القوات الإسرائيلية وتسيطر عليها من الجو، مسيرات إسرائيلية تحوم في كل مناطقها، تراقب كل شيء، من يدخل حتى في مناطق الشمالية والغربية يتم استهدافه من قبل هذه المسيرات. أن يكون لدى المقاومة القدرة على اكتشاف هذه القوة الإسرائيلية بعد هذه الأشهر من القتال وهذا القصف الإسرائيلي، هذا بحد ذاته أيضا ينظر إليه عسكريا أنه قد يكون إنجاز أيضا لفصائل المقاومة الفلسطينية. هذه التفاصيل مقتضبة فقط جاءت على ذكرها كتائب القسام. نعم. قد أو لا تفصح عن معلومات جديدة بخصوص هذه القوة الإسرائيلية. طيب أنت